الهامشية هنا بمدينة تطوان حي الخلوط، معاناة المواطنين هنا بسبب واحد الطريق اللي جات واقفة، واحد الطريق كتسبب بزاف ديال الحوادث السير على حسب تعبير المواطنين. معنا احد المواطنين غادي يتكلمنا على هاد الطريق هادي وبالضبط على هاد الحي هذا بجميع المشاكل اللي كيعاني منها. تفضل الاستاذ. السلام عليكم. حاليا كنتواجدوا في الطريق الرابطة بين حومة طاولة وخندق زربوح. الشارع اللي كيتسمى شارع تركيس اللي كيعاني بزاف من التهميش، والتهميش على مستوى الطريق المنحدر اللي خطير جدا، منحدر اللي كيوقع فيه بزاف ديال الحوادث السير. وكنطلبوا المسؤولين اولا كنطلبوا يجيو يشوفوا هذا المكان هذا، ماشي يمشيو يشوفوا الطرق الرئيسيه بحال طريق سعود ابريل الجيش الملكي، يدخلوا شويه يدخلوا لنا شويه الاحوام الشعبيه، يشوفوا المعاناه اللي كتعاني منها الاحوام الشعبيه. وانتم كتشوفوا الطريق كيش عماله، الطريق منحدر خطير كيعاني بزاف ديال الحوادث من حوادث السير. وكانت واحد الحادثه هنا اللي وقعت كامل، واحد النظام طلب واحد الكونغو كنتذكر في 2014 2015، رجع مشاريع مشى له الفران، قتل واحد الصبي في عمر واحد شهرين 3 شهور. اما الحوادث المواطر يوميا بالجمله، وعاد الاناره ما كايناش بالليل بصفه نهائيه، تقريبا منعدمه الاناره منعدمه، ورسلنا الجماعه بالنسبه للاناره وما رجعوش علينا بصفه نهائيه. وكنشوف انا هاد الشهاده اللي ماشي فيها رئيس هاد الجماعه، هاد الشهاده فاشل. وكيقولنا الحصيله، شمن حصيله كتهضر عليها السيد الرئيس؟ واش كنمشي كتعود الولايه وكتعد الولايه تدخل حوام الشعبيه شوف شنو كتعاني يا صاحبي؟ ما تدخلناش الحصيله، شمن حصيله صاحبي؟ راه هادي المحصول ماشي الحصيله. عاد الطريق، شوف الطريق ضيقه بزاف، ولا كتعرف دير الكاميونين مدارس خصوصيه، شفنا الكاميونات يعدوا لنا الاناره، هادوك الكاميونات ديال البلديه ماشي ديالك السيد الرئيس. كنتمنى السيد الرئيس، كنتمنى منك تشوف الاناره ما تشوفناش المدارس الخصوصيه، هادشي اللي كنقول انا فهمت. وهاد المنتخبين بعدك الاحوام الشعبيه كيبانوا خمس سنين انا فهمت، ما كانش مع حتى شي واحد. كنطلبوا دائما يهودوا الشارع، ماشي تيبقى ديك شهرين ولا 3 شهور عاد بدا الحمله الانتخابيه، حنا ما كنسعوا على حتى شي واحد. وانتم كتشوفوا الاوضاع ديال الطريق هادي، الطريق كنطلبوا بها يزفتوها يوسعوها يعملوا ممر ديال الراشدين. راه كاين واحد المدرسه، انا الدري ديال المدرسه كتعاني، علاش كتعاني الدري كتخاف بزاف؟ وعاد الناس كبارين في السن يوميا كيطيحوا، علاش؟ لان الطريق كتزلق بزاف، وعاد حوادث بالجمله. بلا ما نقول لكم هادشي اللي كاين، لا الشارع صعيب، لا الشارع صعيب. انا يلا جيت عنده من شي 3 شهور، صراحه الله الشارع صعيب، خصو يتزفت وخصو يتوسع، هذه هي الهضره الحق. وماشي شي حاجه كبيره كنظن، خصوصا هو الى هذا الشارع بقى لواحد 400 متر ولين، الى تكملت راه شويه صعيبه فهمتي. كنظن خصو يتوسع ولو غير شي 70 ولا 80 سنتيم وتزفت احسن، يعني الى تزفت وتوسع غتكون الامور مزيانه. قلت لك الشارع خصو يتوسع وخصو يتزفت، يعني الناس الله يحسن لها العون هنايا، راه كاين انزلاق وكاين بزاف ديال الحاجات، وانا براسي عملت حادثه هنايا، فهمت؟ انا بيدي بسبب هذا التحاس والعقبه والحديد موراك والحديد ماشي فهمتي، ماشي كيما انت كتشوف دابا عندنا هنايا العقبه كنتعذبوا هنايا فهمتي، كاع الطوموبيلات هنا كيوغلوا هنا ما كيوصلوش، يعني كيلقاو ضررنا في هذه العقبه هذه فهمتي. من الناحيه ديال ملي كتكون فصل الشتاء كيكون الشتاء ما كي الطوموبيلات ما كيطلعوش من هنا مره، ما كيوصلوش هنا انزلاقات، يعني يكون ضروري يجيب دوره من جهه اخرى، واحد الدوره طويله شويه فهمتي. اذا كتعرف ضروري هنا خصهم يعوطوا لنا الشارع ويعوطوا لنا المنظر هنا، حتى شتي كل شيء على عينك، ماشي حتى شتي العقبه. الناس كانش الدنيا خاويه دابا قليل، اللي كي في العشيه اللي كتكون الدنيا عامره كتشوف انزلاقات بزاف هنا في هذه العقبه. خلوط خندق الزربوح شارع زيوت سعود، المهم كنطالبوا المسؤولين يجيو يشوفوا لنا الحال هذه الطريق هذه، حتى هذه الحومه هذه يا حتى الطريق ماشي الزفت، طريق عاديه، والشتا ملي كطيح ما كيبقاوش يطلعوا الطونوبيرات، وبعد الساعات كنشوفوا الطونوبيرات هوادي مزربه، لا بورديوس لا والو في الطريق، براج كيسكنوا في الدرب كيقوزوا من الدرب. راه بزاف الاحاديث كيوقعوا، خصنا نطالبوا شي حل لهاد الطريق هادي. حضرنا اخويا بزاف على هاد الحادثات هنا خطيرين، منهم اللي الاخريه شتي انا
السيد ما نذكرو واش من طابوله كان جايز مع مراته وصل حتى لهنا حتى لهنا النص العقبه وشير ليه شي واحد وقفوا السيد مع مراته والعيال ورجعت بهم الطونوبير حتى نلقى وضرب في واحد الحانوت ومهم لابس ما وقع والو في ديك الشيء. وعندنا مشكله اخرى ديال الواد الواد شحال هادي هضروا عليه الناس الطابوله الناس جات تحت يد بني عروس شي باقي كما هو من ديك الوقت اللي شحال هادي كنسمعوا الواد غيطلع الانارات غيطلعوا في الحومه بزاف د الحاجات ما كنشوفوا والو من ديك الشيء بحال اللي كنسمعوا واحد الهضره اللي قال لنا واحد المسؤول كيترشح واحد اخر كيقولنا حكوا دابا احكوا دابا خفيفه عليها باش نتيقوهم. المهم اخوتي الميساج ديالي واضح وشكرا بزاف. كاين شي اسئله اخرى اخويا؟ اجي تقدر تقول لنا واش هاد الطريق هذا في الوقت ديال الشتاء كيفاش كتكون؟ الطريق في الوقت الشتاء كتكون صعيبه لان فهمتي كاين بعض الطونوبيرات ما كيبغيوش يطلعوا كيبقى يضرب ديك الشيء فهمتي بالرويد كيبقى يضربوا في مطعوم واللي صعيب هو كيوصل مثلا نص العقبه وما عنده كيش يقلب ولا ما عنده كيش يدور